النهائي الخاص بدوري أبطال أوروبا للسيدات، برشلونة تأهل رغم الخسارة إيابا أما فولفسبورغ الألماني ليضرب موعدا مع ليون الفرنسي الذي أخرج مواطنه باريس سان جيرمان. النهائي يجرى على ملعب يوفنتوس أرينا في 21 من شهر ماي الجاري. نتحول إلى الحديث عن الثاني بالسجل لمدة عامين ونصف على نجم التنس الألماني السابق بوريس بيكر عقب إدانته من قبل محكمة بريطانية في 4 تهم تتعلق بإفلاسه الشخصي الذي أعلن عنه عام 2017. واتهم القضاء البريطاني في وقت سابق بيكر الفائز بست بطولات كبرى ضمن البطولات الأربعة الكبرى بقضايا عدة متعلقة بإشهار إفلاسه الشخصي والمرتبط بحصوله على قرض بقيمة 4 ملايين يورو من مصرف خارجي.